شكرنا اللي اهدانا هاد الوسام، وكنتمنى ليه الشفاء العاجل وكنتمنى ليه الصحه، وحنا فرحانين لان هذا شرف لينا عظيم اللي اعطانا هاد الوسام وقدم لينا هاد الخدمه الكبيره ما نساوهاش ليه. حسناوي خديجة، المحكمة الابتدائية سيدي بنور. أنا كنشكر السيد الوزير وكنشكر السيد الوكيل العام وكنشكر السيد رئيس أول على استقبال الحار وعلى هاد، وكنشكر كذلك حتى السيد رئيس كتابة الضبط النيابة العامة والرئاسة على هذا الاهتمام. وبهذا التكريم كنشكر جلالة الملك وكنتمنى ليه الشفاء العاجل إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.